طيب السلام. رؤية عامة برضو يا جيمي قبل ما نتخش في التفاصيل. مباراة الماجستير بالنسبة للنادي الأهلي المباراة المفتاح في أي سيزون، بيبقى فيه مباراة اسمها المباراة المفتاح. أنت عندك عدد المباريات المنتظر والمؤكدة من هنا لحد شهر يناير، بنتكلم على عدد قليل جدا من المباريات أهمها، وكمان بعد تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل النادي الأهلي إن شاء الله حال تخطي الاتحاد المنستير، هيبقى عندك دور المجموعات لسه في شهر فبراير، فهي المباريات المفتاحه مباراه الذهاب والعوده مع الاتحاد المنستير، ده بيزيد من اهميه المباراه، مش هقول صعوبه المباراه لكن بيزيد من اهميه المباراه. تاني شيء هي المباراه الرسميه الاولى لمارسيل كولر، الراجل محتاج ان هو يدخل في الاجواء سريعا، مهمه جدا في مسيرته مع النادي الاهلي، مهم جدا ان هو يبدا مسيرته دي بقوه، مهم جدا ان هو يتجاوز فريق تاني، نؤكد على قوة فريق الاتحاد المنستيري، نؤكد على جاهزية فريق الاتحاد المنستيري، الاتحاد المنستيري فريق عنده خلال الموسمين اللي فات ابتدى يعمل انتدابات قوية جدا، عشان كده قدر ان هو ينافس، وعكس معظم أندية تونس اللي بتعاني من أزمة مالية كبيرة قادر ان هو يفضل مواكب للحالة الجيدة اللي هو عليها بقاله موسمين، قدر ان هو في موسم 19-20 ان هو ياخد كاس تونس، موسم 20-21 قدر ان هو ياخد السوبر التونسي، وخليني اقول لك انه من ضمن المفارقات انه اللقبين الوحيدين في تاريخ هما اللقبين دول بعد حالة الثورة اللي معمولة دلوقتي داخل فريق الاتحاد المنستيري، والمباراتين كانوا على حساب نادي الترجي، حتى في ظل الحاله الجيده اللي كان عليها الترجي في موسم 19-20 خسروا 2-0 قدام الاتحاد المنستيري وخسروا كاس تونس. فالاتحاد المنستيري فريق يجيد لعب المباريات الكبيره، الاتحاد المنستيري الموسم الماضي فاز على النجم الساحلي في 3 مواجهات في نفس الموسم، أوكي. فاز على الصفاقسي، فاز على الافريقي، فاز على الترجي، فاز على كل كبار تونس الموسم المنقضي، خسر الدوري فرق نقطتين عن الترجي، لكن قدر يتجاوز كل الفرق الكبيره، ده بيقول لك انه فريق قادر على لعب المباريات الكبيره أمام المنافسين الكبار داخل تونس، فمهم جدا جدا أنه النادي الأهلي يضع كل هذا في الحسبان قبل ما يلاعب الاتحاد المنستيري، رغم كمان من مواجهات دور الـ 64 أنه قدر أنه يعود بعد الهزيمة 1-0 في مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي، لما رجع لعب في الاتحاد المنستيري قدر أنه هو يتجاوزهم 3-0 مع الرأفة، وقدر أنه هو يطلع من الهزيمة اللي حصلت له في مباراة الذهاب، فده بيقول لك انه فريق عنده الشخصية قدر يخرج من ده، فريق قادر على لعب المباراة الكبيرة، فطبعا يتعمل له حساب كبير قبل المواجهة ان شاء الله يوم الاحد.